الحاجة التانية بقى يا فندم، هل اطلع مجلس الوزراء على أو اجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات بعد التوقيع لدراسة خارطة الطريق ما بعد التوقيع؟ يعني خلاص التوقيع يتبعه بالضرورة أن الفلوس تتحول، وتحولت الفلوس، وسيادة الرئيس أكد هذا الكلام. إيه بقى الخطة؟ إيه بقى التصور؟ التطور يا فندم انه كما شهدنا اليوم بدانا في اتخاذ الاجراءات التنفيذيه لمتابعه تنفيذ المشروع. كما تعلم حضرتك هذا المشروع هو مشروع عمراني تنموي ضخم. لا معلش انا اسف، انا لا اقصد في المشروع، المشروع اي دي كيو هتشتغل عليه وحضراتكم عملتوا لجنه عشان تتابع الاجراءات، ده مفهوم، ده تطور طبيعي لاي مشروع. ايه بقى مفهوم الحل الاقتصادي للفلوس لما دخل لنا مبلغ من المال وداخل مبلغ تاني خلال فترة زمنية معينة؟ ايه الخطوات العريضة يعني؟ الخطوات العريضة يا فندم كما أوضحنا إنه الصفقة بتوفر موارد دولارية ضخمة. الموارد الدولارية الضخمة سوف تساعد الدولة أولا على ضبط سوق الصرف وضبط سعر الصرف في سوق الصرف وسوق النقد الأجنبي. الصفقة سوف تسهم أيضا في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وسوف تساعد كذلك على استيفاء الاحتياجات المحلية خاصة التي تمثل أولوية مثل السلع الغذائية.